عندكم معنا في طيب معنا على قناة النهار. إن شاء الله كاميراكم بخير، مستعدين باش تشوفوا الوصفات اللي جبتها لكم. دائما تحية كبيرة للطاقم الفني اللي مرافقينها اليوم، أرقامنا متواجدة أسفل الشاشة، ما عليكم غير تعيطوا لنا باش تونسونا وتطلبوا منا وصفاتكم. برنامجنا برعاية عجائن سوسيمي وكذلك بالطون اللي راه مرافقنا، طون كاب دو فار. اليوم وصفتنا بسيطة خفيفة اللي تحبوها فصل الصيف. كمقبلة عندنا سلطة البطاطا بالطون، كطبق رئيس اختارت لكم خبز راح يطيب كما نقولوا باش يتفتح وحده، فيه الزبدة بالفحص بالدجاج، وكتحليه اختاريت لكم عصير المشمش قبل ما يخرج من السوق باش تخبيوه كميات وفيره وتستعملوه طيله السنه. اذا نبداو بسم الله مع بعض، راح نمد لكم مقادير تاع الخبز والحشو. اذا باش نحضروا الخبز اللي اختاريت لكم اليوم، عندنا كاس تاع الماء، نبداو بالسوائل، نديروا كاس تاع الماء، عندنا فنجال تاع الزيت حوالي 5 مغارف مع علبه تاع ياغورت وملعقه كبيره تاع سكر وملعقه كبيره تاع خميره، عندنا حبة تاع البيض. نحركوا كامل السوائل مع بعض ونضيفوا من بعد الملح والفارينة حتى تنطمنا العجينة. الحشو عندنا هنا نص صدر تاع الدجاج، تقدروا تعوضوه باش حبيتوا، قطعته مكعبات، راح نقليه بالزبدة والزيت. ندير أول شيء المقلة تاعي تسخن، إذا قلنا الحشو تاعنا راح يكون دجاج مكعبات، فيه البصل حنقطعوه شرائح، الثوم عندنا شويه تاع المعدنوس، ونحتاجو كذلك فخوماج غابي. المقبله تاعنا نحتاجو بطاطا مغليه، غليتها بالقشره ولا تفوروها، هنا لكم الاختيار، اما مغليه اما مفوره، المهم انكم تختاروا بطاطا صغيره. البطاطا تاعنا هي بهاد السلطه، سلطه البطاطا الجزائريه التقليديه اللي كامل نديروها في ديارنا. بعد ما تغلوها ولا تفوروها مكعبات، كل واحد واش يضيف لها. انا اليوم حنضيف لها كميه صغيره من الخيار، عندي شويه مايس، عندنا الزيتون، عندنا المعدنوس، عندي لا طوماط سيريز، عندي شويه تاع البصل، وعندي انواع من الزيتون، وعندنا كذلك البيض واوراق الشبت اللي راح نديروا بها لا فينيغريت، في شويه تاع زيت زيتون، شويه مايونيز، شويه كذلك تاع القارص، ملح، فلفل كحل، شويه دي كابخ، ونسقيو هذيك البطاطا. يعني بالشبت هنا اليوم ضفت لها الشبت، راح يعطيها اضافه وبنه هايله. التحليه تاعنا قلنا عندنا عصير المشمش، هنا خديت الرطل تاع المشمش وزنته بعد اللي غسلته، نحيت له هذاك النوايو باش وزنته 500 غرام. كي توزنوه بيان سور هو مغسول، راح نضيفوا عليه 100 غرام تاع السكر، 100 غرام تاع السكر مع الرطل تاع المشمش منقي ومغسول، نضيفوا عليه فقط كاس تاع الماء ونحطوه يغلي، ما نديروش بزاف الماء باسكو هو راح يطلق لنا الماء والسكر راح يطلق لنا الماء وراح يطيب بالخف، يعني ما راحش ياخذ وقت كبير وهو يغلي، وحنا نحيو في هذيك الرغوه الفوقانيه. عندنا معاه حبه قارص مكعبات ولا تاع عصير ونص كاس، عندنا كذلك زوج علب ياغورت بذوق المشمش، وعندنا السكر حسب الرغبه من نص كاس حتى الكاس، والماء اكيد اللي راح يكون بارد ومغلاسي ولا ديغلاسون ريتلا ولا كتر، هذا يخرج لنا كتر من ريتلا. درك تشوفوا معنا شحال يخرج، يعني وصفاتنا اقتصاديه وبنيه. ما تنساوش تدونوا المقادير وتشوفوا معنا الطريقه ونبداو بسم الله. اول شيء راح ندير لو بلون بولي تاعي يطيب ونروحوا للعجينه. هذه راهي فيها ديفو، هلا قلنا عندنا ان بلون بولي وعندنا بصله وعندنا ثوم ومعدنوس وشويه فرماج غابي. اذا البصله تاعنا ناخذوها اول شيء بعد اللي نحطوا مكعبات الدجاج تاعنا الطيب، نضيفوا عليها ملعقه تاع الزبده، الزبده راح تساعدنا تعطينا التحميره وتعطينا البنه. اذا قلت ناخذ الحبه تاع البصل راح نقطعها شرائح كيما التكتوكه،
الخبز تاعنا اليوم راح يكون فيه البصل في الوجه تاع الخبز، وراح يكون كذلك البصل باين في الحشو. نستقبلوا معنا اول مكالمه معنا نهار اليوم حنان من الرغايه. الو حنان. الو بخير؟ مساء النور. لاباس؟ وانت يا بخير؟ ياك مليحه الحمد لله. نقصي لي تلفزيون حنان باش تسمعيني مليح. هاني منقصت له. ها هكذا باش ما تنقطعش المكالمه ونسمع واش راكي حابه تقولي لي حنان. تفضلي. واش راك ياك مليحه؟ والله الحمد لله بخير يهنيك. وانت السؤال عليك. لا الحمد لله الحمد لله. واش راكي ديري اليوم؟ اليوم حنديروا دي بان ساندويتش خبز ونعمروه بالدجاج وشلاطة. خبز تقدروا تديوه معاكم البحار، اللي تقدروا تخرجوه معاكم، ولا حشا، ولا فطور خفيف. الله يسلمك. الله يعيشك. واش كاش ما جربتي معنا وصفة؟ الله يسلمك. انا وياك ان شاء الله ان شاء الله. كاش ما مجربه معنا؟ كاش ما جربتي معنا وصفات؟ واخي قلت لك جربت كل ما تديري حاجه هكذا خفيفه نديرها. خلاص الخبز تاع اليوم ساهل. بليوش الروز. وي ساهلين هادوك. ساهلين ساهلين. قلت لك حاجه دي حاجه خفيفه حاجه ديت المقدور. ان شاء الله ربي يقدر كل واحد يا رب العالمين. ان شاء الله. وراني قدر الامكان اني اختار لكم غير الوصفات اللي تكون ما فيهاش بزاف امكانيات. على حسب المقدور. اي والله ان شاء الله تجربوا كامل. ماشي اليوم غدوه ان شاء الله. انا قلت لك غير الاخر اسمه القريوشي ما نعرفش الفكره. ايوا خلاص ساهل الحال. القريوش دوك نديروه قبل الباك ان شاء الله باش كامل نجربوا. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا على اتصالك. الله يعيشك. بارك الله فيك ان شاء الله. امين. انا وياك كامل وسلم. شكرا. الوغ درنا زيت زبده مكعبات الدجاج قليناها قلبناهم على الجهتين غلقنا لهم المسام، ومن بعد رمينا حبه تاع البصل مقطعه شرائح وسنات تاع الثوم. حركوا مليح. ونخليوه يدبال شويه قبل ما نديروا له الملح والفلفل الكحل والقزبر. عندنا قلنا العجينه، عجينه تاعنا سهله ما فيهاش لي زيتاب بزاف، مقاديرها سهله كامل تعرفوا تعجنوا. عجنتوا معنا شحال؟ انا المحضره عجينه. ونستقبلوا معنا عبد الجلالي من تلمسه. انا راح ندخل الخبز تاعي طيب. الو الو اهلا وسهلا. واش راك يا اختي؟ لاباس. وانت بخير؟ عرفتيني عرفتني شكون؟ عرفتك تاع الاوأو. عقلتي عليا؟ عقلتك سيدي. راني ملي بديت تتصل بيا تشجعني. بارك الله فيك. اسم نقول لك اسم نقول لك بارك الله فيك. مبروك عليكم العام الجديد. الله يسلمك علينا وعليكم ان شاء الله بالربح. مبروك عليك اختي. الله يسلمك حتى انت اخويا ان شاء الله عام مربوح عليك وعلى كامل اللي راهم يشوفوا فينا. هذه يومين نلغاكم. يومين يومين انت تلغى ما حكمتش. يومين اختي وانا نلغى ما حكمتش. البارح لغيتكم وما حكمتكمش. يا شي يقولوا لي مازال ما حكموش. اليوم حكمتكم. الحمد لله. تفضل كاش ما حاب تقول. واش راكم؟ راكم غايه. والله بخير الحمد لله. وانت لاباس عليك؟ العائله بخير؟ لا لاباس والله الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. كاش ما حاب تطلب منا؟ الحمد لله. واش اختي؟ كاش ما حاب تطلب منا كاش وصفه حبنا نديروها لك؟ لا اختي انا ناكل كل شيء. ما عندك تطلب؟ ما عندي. بيا غير نسال عليكم اختي. كثر خيرك تعيط لنا تسقسي علينا وتشكرنا. بارك الله فيك. سلامي لخويا امين. سلامي خويا امين ان شاء الله يكون في الاستماع. والله يعاونكم. بارك الله فيك وشكرا لك. يومك موفق ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا لاتصالك. هنا درت حبه بصل شرائح وحبيت ندير عليها قطع تاع طماطم تعطينا الالوان.
وتعطينا بنة. ودرنا قلنا ملح وفلفل كحل، وتقدروا ديروا قلنا القزبر. اذا نعاود لكم العجينه تاعنا ونستقبلوا ام زكريا معنا. الو ام زكريا. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. والله بخير وانت لاباس عليك؟ والله لاباس العزيزه، ربي يخليك لينا شيف ليلى. وينك ناديك لا غالب اختي. ويخليكم ليا حتى انا ولفت بيكم. حتى انا ولفت بيكم. يعيشك العزيزه. والله شوف ليلى، كل دوك عاد كلنا ناكلوا في البسبوسه. واش نقول لك؟ جيت جربتوها. بصحتكم بصحتكم. والله عيطت نشكرك شيف ليلى، دارتها شي ما بنتي. الله يبارك، تحياتي ليك شيماء، يعطيك الصحة. كثر خيرك يا شيف ليلى. والله أول مرة نديرها على الطريقة تاعك. شيماء هي اللي صارت خير بالياوخت وخرم الحليب تجي مويلوز. جات ما شاء الله. والله درنا واحدة فاميليا كبيرة، دارت دوبل تاع لا كونتيتي اللي مديتيها انت. انا مديت غير باش ندير وهكا كشتي واش خرجت. الله يبارك. درنا اول نحبوا حنايا نديروا بزاف باسكو ديما عندنا ضيوف. الله يبارك، ربي يقوي الخير. وانا ديما على بالك ياكلوا وتوكلوا. هنا ياكلوا. قلت لهم هذيك تاع الشيف ليلى، هذيك يوفر. الله يعطيك الصحه اللي دارتها. قولها بارك الله فيك، عيشك شاطره. شيماء بنتي يعطيك الصحه. شيماء الشيف ليلى والله الله يخليكم ليا حراير. الله يبارك. اللهم حراير من الام ومن الجده ديجا. ماشي غير انا. يعطيك الصحه بارك الله. ربي يخليك. هايديك هاي حشمت لي تهضر معاك. وعلاش عطيها لي شيماء؟ شيماء هضر معايا، هضر معايا شيماء. الو شيماء. يا حشمت شيف ليلى، يعطيك الصحه. ربي يخليك العزيزه. ربي يخليكم ليا بارك الله فيك. والله جات ما شاء الله الشيف ليلى. والله درناها على الطريقه تاعك. واش هي ما حطينا لاش الشونتيي؟ معليش الشونتيي هذيك ديكور برك انتم الصح. فوالا هذيك نديروها نهار الباك ان شاء الله. نديروها هكا. ربي يفرحكم. الله ربي يفرحكم. ديروها انديفيديوال، ديروها صغار في ديمو صغار وباش تفرحوا بها كامل الاحباب. ولا وحنا جربتها الصبحه هذه، جات ولا اروع. على بالك جات ما شاء الله. الله يبارك. وفلا هضرت معها بكري في التليفون. هي تسال عليك. سال عليها الخير. سال عليها الخير سيدة فلية. وقلت لها روح تاكل لاباغ تاعك الفاضرة. روح تاكل كيما نقول لكم، كلوا وكلوا. الله يبارك. كلوا وكلوا. الله ربي يخليك الشيف ليلى. الله يسلمك. حياتي باش نشكرك. الله يسلمك. نشكرك الحرة. الحرة انت الحرة، وهاي الحرة يتشكر فيك. الله شكرا لكم. ربي يخليك الشيف ليلى، كثر خيرك حبيبتي. ونشكرك. الاطباق تاعك كاملين دوك انا قاعده نكتب فيه هذا الخبز هذا المحشي باش نديوها معنا لابلاج. اي والله انت اللي طلبتيه جوستومون باش كي تروحوا تديوه معاكم ما يطيحش منه الحش. يعيشك الشيف ليلى. ويديروه لبنات. يديروه لبنات. يديروه لبعي تسمع لبنات. يديروه لبنات. انا كامل هذه الوصفات الخفيفه ماذا بيا البنات هما اللي يديروهم. ربي يخليك الشيف ليلى. يعيشك ويفضلك العزيزه. ونشكرك قناه النهار تيزي. ونخليكم على خير العزيزه، وكثر خيرك شيف ليلى، وبقى على خير. رمزي يا حبيبتي وبلا جميل، وبارك الله فيكم. ربي يخليكم ليا ان شاء الله. ربي يخليك. ربي يبقى على خير وبصحتكم بالسلامه. اذا نعاود نعطيكم مقادير تاع الخبز. قلت الخبز ندير نفوتوا نديروا السوائل هي الاولى. ناخذوا ان غون ريسيبيون، نديروا فيه كاس تاع الماء، نديروا فيه علبه تاع ياغورت ناتور، عندي فنجال تاع الزيت، ونديروا مغرفه كبيره تاع السكر، ومغرفه كبيره تاع الخميره، ونديروا الحبه تاع البيض. نخلطوا كاع السوائل مليح، ومن بعد نديروا مغرفه تاع قهوه ملح، ونعجنوها بالفارينه. نطموه بالفارينه لكن ما نديروهش يابس، نخليوه شويه خفيف. درك تشوفوا معايا انا اللي محضره عجينه، ان شاء الله كتبتوا كامل المقادير. الوغ وعجنت بفارينة صوصين. فارينة صوصيمي صراحة بيضة وخفيفة بزاف كي تعجنوا بها. جربوها وردوا لنا الخبر. الوغ نيتوايو البلون ونحطوا العجينة ونوريكم الطريقة تاع الخبز اللي اخترت لكم اليوم. الخبز عندنا بزاف وصفات تاع الخبز، ان شاء الله دائما نجربوا معكم وصفه، وان شاء الله تكونوا درتوا الخبز اللي درناه. ونستقبلوا معنا رونق. الو رونق. لا اهلا رونق، اهلا بيك. اهلا
بيك وش حوالك عسولة لباسة؟ والله بخير عسلامتك وانتي وش حوالك وش اخبارك صحتك؟ والله بخير ما عليك شالولة لباسة ليلى. والله يهنيك الكل بخير سوال عليك انتي يا رونق. سلمك ربي يحفظك. لباس؟ لكن نورة شاشة ليلى. والله ربي ينورك ونوركم رونق. عايشك ربي يسترك ربي يهينك ربي يوفقك إن شاء الله علينا. أمين بارك الله فيكم دعواتكم أكيد وبحبكم. إن شاء الله يا ربي ربي يوفقك إن شاء الله من مرتب لمرتب إن شاء الله يا ربي في أعلى مرتب. يسلمك يا ربي. بارك الله فيك على الدعوات ربي عيشك. ربي يعيشك ليلى وربي يسترك وتحية كبيرة كبيرة ليك ولطاقم اللي راهو معاك العشية. شكرا إن شاء الله. خاصة شيخ أمين نحييه ياسر. إن شاء الله يبلغ سؤالك إن شاء الله. نتمنى بالك يكون يسمع فيا. إن شاء الله بالك راه في الاستماع ولا يبلغوا السلام. حي أم زكريا نحييها بالدبار حبيبتي نقولها بصحتك يا بسبوسه. حي سيده فله تاع سكيكده أم الأسد أم رانيا نحييها بالدبار حاجه أمرا فيك تاع قايمة ما يسموا البويره اللي راح تحتفل هذه الأيام بعيد ميلادها نتمنى لها إن شاء الله الصحة والغنى. أنا الأمولة مبسكرة راهي تحييك بالدبار وما يستروا أيمن بطارة في الدل ولا جارتي تحييها ياسر ياسر لكيف كامل اللي معاك ونقول لك ربي يوفقك وربي يعينك يا ليلى. شكرا قدري تحياتي وربي يوفقك إن شاء الله ربي يعينك. شكرا بارك الله فيك ويعطيك الصحة يعيشك يومك موفق. شكرا لها رونق. رونق دايما كالعادة ما تنسى حتى واحد ودعواتها بالخير دايما لينا والناس الكل نقول لك بارك الله فيك. إذا نشوفوا العجينة تاعي طرية تتلاصق سوا في اليد سوا في البلون حتى زدت لها في الأخر شوية على فارين. شوفوا كاش تجي طرية كي القطن. ماكوش درت خليتها خمرت بعد اللي عجنتها. تغطيوها بيان سيغ بابي فيلم ولا ان ساشي تاع الخبز يكون بروبر الحال سخون بالخف يصلح الخبز بالخف يخمر يعني ما عندكم حتى عذر ولا سبب باش ما تعجنوش الخبز ما عنده ما يشد وبالخف قلت يخمر. خمرتها ديغازيتها قدامكم درت لها شويه تاع لافارين باسكو تلصق وراح نروح نديرها كويرات صغار. هنا لكم الاختيار ديروها 80 غرام ولا 100 غرام ولا 120 غرام انتم افراد الاسره. الا كانوا صغار ما نكبروهمش والا كانوا دراري كبار نكبروهم شويه. الو نكورهم توجور نقول لكم كي نكوروا الخبز راح نزيدوا نعطيو له ان دوزيام طون دو غوبو. لازم هاد الكويره بعد اللي تكوريها قبل ما تخدمي بها تزيد ترتاح مره ثانيه ماشي تخمر ترتاح باش كي نخدموا العجينه نحلوها تمشي معانا وتعطينا الطوع. إذا كان ما ريحتش انتي تحلي فيها وهي تعاود ترجع تتكمش سي بوغ سا نعطولها ان طون دو غوبو. نكوروهم هكذا كامل نتوما توزنوهم باش يجوكم على حبه باش يطيبوا لكم كامل في وقت واحد. قلت بعد اللي تخمر العجينه ديغازيوها ونديروها كويرات. شوفوا هنا كذلك يا البنات انا دائما نقول البنات هما اللي لازم يدخلوا ويديروا هاد الخبابز. شوفوا معايا دوك راني قطعت الكره واش راح ندير لها. شوفوا نتوما ابلاطيوها بهذا الشكل ومن بعد طلعوا لها كامل الحواف ديروا كموسه كما نقولوا حنا وغلقوها مليح باسكو من هنا راح يدخلها الهواء ومن هنا راح يتخمر لكم الخبز ويجيكم خفيف ويجيكم هشي. شوفوا غلقتها كامل ومن بعد باش نقلبها ونكورها. ديروا هذه الطريقه هنا اكيد الخبز راح يكون ناجح باذن الله. شوفوا كملناهم ونديروا الطريقه تاعهم كيفاش فوالا. بعد اللي حليناهم كامل راح نروحوا ناخذوا الاولى اللي حليناها الاولى بهذا الشكل نحلوها ونستقبلوا معنا ام الاسد مسكيك دا. الو يا مساء الخير احلى ليلى. مساء الانوار اهلا وسهلا مرحبا بكم وش راك مهله الحبايب اليوم. غزمون حكت عليك عم بيك والله هذا وين خرجت. مرحبا بك سخانه كون نقول لك وين رحت. اليوم خرجت حفيدي من السبيطار كان في المستشفى عنده سمانه من اللي زاد. هذا وين جيت وخرجته. واش بيه مريض؟
قعد سمانه في السبيطار. انا مريض والله الحمد لله على بالك اليوم رانا فرحه صافي يعني. الحمد لله يا ربي الحمد لله على سلامته ومبروك. هو حفيدي يا ولد ولدي ام زكريا قالت ام الاسد قلت لك يقولوا ام الاسد هي اللي جابت الصغير. حفيدك مبروك عليكم معليش مبروك على وليدك يربي بالصحه ولهنا ان شاء الله من الدريه الصالحه. هذا وانا وصلت حصون اللاطيلي قلت يا هذا حيخرج ما لحق. هاكي لحقتي علينا. لحق ما عليكش يا ليلى. يعيشك واش انت يا لاباس حوالك بخير؟ والله الحمد لله اليوم راني لاباس وكنت يعني سعيده يعني كي شفته قدامي وارتاح والحمد لله. الحمد لله يا رب ما عليه باس وطهورا ان شاء الله. ان شاء الله ونشكر هذه صديقتي تحبكم وتعيط عن كم سعاد تخدم في المستشفى وفي البلاصه اللي منحه فيه قامت لي به يعني واش نقول لها نقول لها ربي يعطيك ان شاء الله نتمناي. ان شاء الله يا ربي هي وكل واحد. ونعيط لها سعاد تاع النهضه. مرحبا بها سعاد معنا في الجروب الجديد. لو قلت لك عندنا جروب ميموتو عليك تاع تيك دا ام زكريا وفلا وام رفيق وسميتها رونق ودلوله تاع الطرف. والله تحياتنا لهم. غير هما. يعيشك تحياتنا لهم كامل ان شاء الله يكونوا في المتابعه. يعطيكم الصحه. ربي عايشك حبيبتي والله العظيم احنا ومعاك يعني كما قلتي ما نتبداي نعود هكا نستنى وكل ما تحكي مش واحده كما البارح في اللي عيطت لها لي من الصباح قلت لك تكفي لك التليفون ما كان ما هو احساسه كي قالت لي رهيب مسكينه كانت تهضر وتقص وانا وحاسه بها بليت الطوفه قلت لها ما هو احساسه كي لما تكفي لك قالت لي رهيب مسكينه بعد ما عليش مازالوا معاها والله نحبوك حبيبتي و... والله حتى انا عليك يعني ويعطيك الصحه على الوصفات يعني اللي ديري ديما يعني في القمه بارك الله فيك وديري يعني حوايج اقتصاديين ملاحي في متناول الجميع هذا اللي عجبتنا والله هذا واش المبتغى تاعي انها تكون وصفات بسيطه يديروها البنات ويديروها الكبارات ومقادير تكون في كل بيت يعني كامل نقدروا نجربوا خبز كيما هذا ما فيش حاجه كبيره اكيد كيما نقولوا حنايا نتفرجوا اليوم ما بالك ما كانش امكانيات كي تكون انا هذيك الحاجه اللي عجبتني نديرها اكيد يعني ماشي انا كبيره مثلا ونعرف نطيب بصح نحب ندير تاعكم تاع لي زالجيروا نحب تاع اللي عيطوا عندنا هكا وصفات نحب ندير انا اكيد نحبوا نبدلوا ماشي غير واش نعرفوا مازلنا نتعلموا كما قال لك الواحد حياته كاع هو يتعلم وما يتعلمش كلش باش ما تقعديش في الميني تاعك مثلا اليوم هو عاد غدوة ولا بيا غير غدوة درتي هذيك لازم الواحد يكون تجديد باسكو الدراري يوليو ما ياكلوش ويملوا في الطابله ديما نفس هذيك الحاجه نفس الحاجه يملوا كيما انايا كانت عندي هذيك او دمانديتها وقلت لك ديريها لنا في ليلى وش هي فكريني البغرير نقولوا لها سميتها اللوبيا هذيك ايه الماشطو الخضراء اللوبيا الخضراء الماشطو خلاص شوفي نهار السبت السبت ان شاء الله مزيه فكرتيني كنت نقول واش نسيت فوالا قلت لك انا كنت ديما نديرها طريقه هذيك ميح كرهو منها ولادي خلاص نديروها في الفوق عطيني وحده وصفه يعني عندنا كي نعيط نعطيها ليلى وعودي ديريها ان شاء الله ان شاء الله اقسم بالله يعني يعودوا ياكلوها اللي ما عرفش ياكلها ياكلها بنينه بنينه اللوبيا الخضراء نديروها في الفوق بنينه شوفي هي طيب مرقه طيبيها نورمال مرقه بالدجاج ولا سكالو من بعد عليك تتغير تولي في عند غاتا ترجع للفوق تولي للفور تنحي هذيك لاصوص ديري لها الفرماج والعظام تنحي الدجاج هذاك ديزوستيه وديري تحليه اللوبيا هذيك وحدها ايبا تفرشي من بعد اللوبيا بعد زيدي الدجاج من بعد تصبي هذاك المحتوى عليها من الفوق وزيدي شويه فرامج هكا شويه ودخلي للكوشه تجي واحد البنانه توصل. روعه هاي تشبه قريب تشبه لتاعي اللي كنت راح نديرها. هاي رابيد يعني وعلى بالي عطاوها لي نجحت فيها في نهار يعني اللي ما لي يديرها ينجح. الله يبارك عليك كيف تديهم كامل. يبارك فيهم اختي ونقول لك يعطيك الصحه وشي حابه انايا حابه نبدل شويه البيتزا تاعي ترى ديري لي عن طريقتك عندنا هاكي ديري ديري لنا بيتزا. هاي خلاص شوفي انا بدينا بلي ساندويتش دوك نزيدو نروحوا للبيتزا ان شاء الله وما يكون لا خاطركم. شكرا وما نطولش عليكم وتحيه ليك انت والعائله تاعك وليداتك بارك الله فيك. وعمل اذاعه النهار ومستقبل المكالمات نشكرها على حسن استقبال يعطيها الصحة تاع النهار يعني ديما في القمة بارك الله فيك واللي يسمعوا فينا ومحبينك كامل وخاصة الجروب تاعنا اللي سميته بكري وناس سكيكدا اللي يحبوك ليلى تحياتي ليهم تحياتي لكامل الناس سكيكدا ان شاء الله يعيشك حبيبتي ونحيي ما فامي لا فامي غرغوري ولا فامي إيغيل ان شاء الله كامل يكونوا في استماع ان شاء الله يا رب يكونوا سمعوك وسمعوا تحياتي بارك الله فيك وشكرا لك حبيبتي لذوقك الراقي بارك الله فيك شكرا على
الوغ لا فارين شويه تمرمد نمسحوها ونكملوا الفاصوناج تاع الخبز تاعنا. نشوف برك اللي دخلته. الوغ نقلب لو بلاطو. الوغ بعد اللي شكلنا الخبز، بعد اللي دهناه بالزبده في الوسط وغلقناه بهذا الشكل، راح نروحو ندهنوه بالبيض وراح ناخذ فصل صغيرنا ونرجع لكم. بقاو معنا ما تروحوش بعيد. دهنتو بالبيض، درتلو شريحة تاع البصل ودرتلو فخوماج غابي. درك الخبز هذا راح نخليه وهي يخمر دو كوتي، يطلع واحد العشر دقائق ماكسيموم ربع ساعة وندخلوه يطيب. أنا راني مدخلة في الفرن يطيب غير يخرج نكملو، عفوا نكملو بقية الوصفة. لافاخس تاعنا راهي واجدة، زدت لها برك شوية معدنوس ونزيدو لها كذلك شوية تاع لو فخوماج غابي وهو سخون. مازلت ما هدرناش بون عندنا الدجاج كما راكم تشوفوا سي بون واجد، عندنا اوراق سلطه وعندنا مايونيز اللي راح نديروا لها شويه كيتشوب، نص شويه كيتشوب ونص راح يكون فيه شويه تاع لاموطا. نستناو برك الخبز يطيب ونكملوا نروحوا لسلطه البطاطا. دونك سلطه البطاطا اول شيء راح نفوت في لاصوص تاعها، نعصر لها حبه قارص ندير لها شويه زيت زيتون الملح فلفل كحل ونقطعوا لها شويه تاع الشبت هو الاول من غير فا مايونيز، ومن بعد نحطوا فيها البطاطا كذلك نخفوها بشويه تاع الماء. الو 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 السلام عليكم. الو 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 مرحبا. الو ام رؤوف من بوليدا. مرحبا بكم. الو الو ام رؤوف. الو اهلا ام رؤوف مرحبا بك. واش راكي ياك مليحه؟ لاباس بخير وانت لاباس عليك؟ معليش نسمع فيك. ما كاينش تسمعي فيا نقصي لا تيلي. الو نقصي لا تيلي. انا خارجه كاع تسمعني في الكوزينه خاطيه كاع. فوالا وهكا تسمعيني؟ ايه هكا. واش راكي مرحبا بك لاباس الحمد لله وانت يا بخير ام رؤوف؟ الحمد لله يا ربي يحكمنا. يعيشك مرحبا. يا ايما ما سمعت صوتك خلاص هذيك اليس ما انا كاع مرضنا كي ما هضرناش معاك. لا لا حبيبتي كي ما تحكمينيش انا ان شاء الله تحكميني المره اللي موراها. واش راك يا كي بخير؟ والله غتقلقنا كي ما حكمناكش والله. كل شيء بشويه غير بشويه كي حكمتينا وفرغي قلبك قولي لي كاع واش كي حابه تقولي تاع السمانه. والله غير راهو بيشكرك على الكبده كيما درتها له ومولا بيتي درت له تليتي كيما درتيها انتيا. يعطيك الصحه يا الفحله. شوفي دوك نعطيك تحضيري ما ونقول لك واش كاين. ها يعطيني سقسيها الكبده كيفاش جات. الو 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 السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا مرحبا. الله يسلمك والله بارك الله فيك. انا عجبتني هذيك تاع الرز دارتها اليوم تاع سمطي اليوم كليتها. بصحتك بالصحة ولهنا عندك المدام هي اللي شاطرة الله يبارك. الله يسلمك هاي لك هي معاك هاي لك. يعيشك. وش يقول لك مكرون بالبيشاميل؟
وي قال لك ديري لي مقام بالبيشاميل. خلاص بعد الكبده نديروا له مقام بالبيشاميل، ما طلبش بزاف والله ما طلب بزاف، حاجه سهله قولوا نديروا لك مقام بالبيشاميل. ويا درا عجباتو الكبده جاتو كما كان حبها. والله غير شكر وعاود، والله يشكر ويعاود ما شاء الله. بصحتكم وفرحتيني، وانت ثاني كي فرحتي العائلة تاعك. انت اللي فرحتينا، كل غير كي شفتك دوكا فرحت كي سمعت صوتك، والله غير فرحت. يعيشك والله بارك الله فيك، ما قال حشمتوني ما خليتوني ما نقول. والله غير ما شاء الله، والله ما شاء الله. الله يسلمك، واش حابه تزيدي تطلبي ثاني قولي لي. هذا لحد الان هذا، وانت ما مقدرش من فين نهضر معك من الفرحه كي راني هضرت معك. الله يسلمك، شكرا لك حبيبتي، اطلبي وما تخافيش. الله يسلمك، عايشك يا ربي، ربي يعاونك. شكرا بارك الله فيك، شكرا لاتصالك ان شاء الله. والله نفرح معاكم كي تنجحوا في الوصفات وكي تفرحوا افراد الاسره. هي حاجه بسيطه لكن والله كي يكون التغيير في الطابله غير يفرحوا بزاف. اذا هنا نعاود لكم واش درت. هنا قلت درت الشبت اللي هو هذاك الحشيش تاع البسباس الفوقاني، خيروا لي يكون مليح، قطعوه رقيق، خلطت حبه قارص عصرتها مع شويه زيت زيتون، ودرت كميه صغيره من الماء، ملح، فلفل كحل، ودرت البطاطا اللي نقطع فيها مكعبات، راح نديروا معاها شويه تاع خيار، وكل وحده واش عندها في الفريجيدار. ما تتقيدوش بهذه المقادير، ماشي شرط نفس المقادير، يعني كل واحد واش عنده. دير شويه باك لي كاب باسكو مالحين بزاف، شويه تاع البصل كذلك، والبطاطا تاعكم خلوها حتى تبرد باش تقدروا تقطعوها باش ما نفسدوهاش. وكما قلت لكم خيروها اللي تكون صغيره، ما تخيروش البطاطا الكبيره، خيروها تكون صغيره. انا لازم نروح نطل على الخبز. فوالا انا الخبز تاعي تحمر، شوفوا كاش يجي كي درنا له الزبده. دونك هنا شوفوا يتفتح فاسيلمون، خليه يبرد شويه ونجيبوه ونعمروه بلا فارس اللي حضرناه. الوغ نكملوا برك البطاطا. قلت عندي كذلك شويه بيض مغلي، زيدوا حبه هنا، ونستقبلوا معنا كريمه من عنابه. الو كريمه. السلام عليكم اختي ليلى. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، واش راكي؟ ربي يرجع عليك، نقول لك ليلوتا. ربي يعيشك الحبيبه، واش راكي؟ واش حوالك؟ الله يبارك ربي، واش راهي عنابه؟ الله يبارك، ما شاء الله يسلمك يعيشك يهنيك، وكل بخير لاباس. الله الله يبارك، درت البسبوسه تاعك. اوه بسبوسه معشوقه الجواهر، كل حب البسبوسه. ما شاء الله. صحتكم، والله انتم اللي فحلات. والله لا انت تانا، الله يبارك. الله يسلمك، انا ما عليا غير نوصل المعلومه وانتم راكم تطبقوا وتنجحوا، الله يبارك عليكم. مليحه في اللي صالي وفي اللي سكري. الله يسلمك يعيشك، نحاولوا. انا جربنا الكبده، قاعدين نجربوا معاك. والله ملاحه اقتصاديه صح، يعني هي الحمد لله اقتصاديه تسمى ناقصه، يعني مش مكلف ياسر. اي والله الوصفات اللي نديرهم ماشي مكلفين بزاف، شويه دجاج ولا شويه فيونداشي نهار يكون معليش نجربوها، نديروا حسابنا ونجربوها، نستقبلوا بها ضيافنا، نفرحوا وليداتنا، يعني تلقاوها الوصفه هذيك. درك هانا توجدينا للبحر. هاي والله طلبتوا البحر، درك معكم في البحر، حتى قلتوا لي الساندويتش يلا. خبيزات ما شاء الله. الله يسلمك، شو يجوا ساهلين، ما تحاوليش ما تفرصيهش يسمى بالموس ولا باش تقطعيه، يجيك ساهل خفيف، جربوه برك دوك تشوفي النتيجه معنا والله روعه. والله ومعليش يعني نبعث سلامي لخويا الشيف امين، يعني معليش. اكيد معليش، وعلاش لا. ان شاء الله يكون في الاستماع برك. ان شاء الله يا ربي، مرحبا بسؤالك. والله مرحبا بك انت تانا، والله في القمه، الله يبارك. الله يسلمك وشكرا لك، نورتيني. والله الوصفات تاعك ملاح ملاح الكيف. اي الحمد لله، يعني اللي نالوا رضاكم، اللي رضيتوا علينا يعيشك. ومعليش نعمل اهداء صغير برك. تفضلي حبيبتي الدار دارك، تفضلي. ربي يعيشك. يفضلك يعيشك. نبلغ سلامي لحبيبتي برك على بنتها كي دات الديوان، مبروك عليها. داتو اسمها مرام، داتو بموين مليحه
بالصحة ولهنا مرام إن شاء الله الباك. مرام من عنابة. مرام من عنابة، مبروك عليك البيام وإن شاء الله العقوبة للباك، وشوفوك في مراتب أعلى مرام. إن شاء الله إن شاء الله وربي واصلي. يبارك فيك. يسلمك مرام واصلي. أنت تنا ربي يبارك فيك للعالمية إن شاء الله. يا ربي عيشك بارك الله فيكم يعيشك. يخرجوا الوصفة تاعك يخرجوا إن شاء الله إنترناسيونال. بارك الله فيكم، يعني دعاوي الخير هذه تسوى الدنيا ما فيها، يعيشك حبيبتي. شكرا. دائما متألقة يا. شكرا شكرا. الله ديما متألقة. بارك الله فيك ربي يحفظك. مزينة لنا قناة النهار. والله شكرا حشمتيني حبيبتي شكرا، ربي يحفظك بارك الله فيك. ربي يبارك فيك شكرا. مع السلامة أختي. مع السلامة إن شاء الله، عاودي عيطي لنا مرة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك. يسلمك عيشك. الوغ شوفوا السلطة تاعنا والألوان، مع أنها بسيطة خفيفة، البطاطا موجودة في كل دار. السلطة هذه نديوها معنا وين ما نروحوا، نديروها في السخانة في الدار. هذه كذلك من الوصفات القديمة، الوصفات التقليدية، الناس كامل دير البطاطا هذه. فكرتكم فيها نهار اليوم، أنا زدت لها فقط هذاك الشبت باسكو كذلك فيه فايدة كبيرة، هذاك الشبت إضافة للمعدنوس. الفوائد تاعو ما تخلاش، المعدنوس عليكم بمعدنوس في الوصفات تاعكم. ونستقبلوا معنا ام عبد الله مرويبه. اهلا ام عبد الله. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله، واش راك يا ام عبد الله؟ واش راك ياك مليحه؟ والله الحمد لله، توحشتك. وينك؟ توحشك بخير. وين راكي؟ لاباس والله لاباس. الولاد بخير عبد الله ومليح؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. هذيك هي حلاوتها، هذيك هي حلاوتها. حبيتي تجيبي ستاتيو انت هي تخليه دراري الشغل تاعك. هو صغير كنت تشوفي شحال مفشاش. انا والله ما مفشاتو، مفشاش بزاف. كي مفشاش سي نورمال، هو صغير. ربي يحفظه بك ويحفظ. الله يسلمك، ربي يحفظك وليداتك ان شاء الله. ربي يهنيكم. شوفي نقول لك حاجه بالمناسبه، الطفل اللي ما يعبرش على روحه واللي ما يعيطش وما يقولكش لا لا وما يفرطش، هذاك ما عندوش شخصيه. بالعكس شوفي كيف ليلى، وهو بين خاوته هو اللي يحبني بزاف. شوفي والله غير نهار كما يسلم على راسي. حنين هذا كيما صار لي ولادي الصغير نفس الشيء. كي نبكي عليه هكذا يسلم عليا ماما والا والا. ربي يحفظه ان شاء الله ويفرحك به. الله يسلمك ويحفظه من العين ان شاء الله. عود نعينوه لك اليوم. ربي يحفظه ان شاء الله من كل سوء. الله يسلمك، ربي يحفظك وليداتك ان شاء الله ويعطيك الصحه. وكي ديري في هذا الاخر عيط لبناتي، قلت لهم روح شافني قالت هذا البنات. البنات انا كي تعرفيني سورتو لي فاكونس كيكونوا يقراوا شويه بصح لي فاكونس. قلت لهم روح شافني قالت هذا البنات روح تعلموا. البنات هما اللي يعجنوا دوكا الخبز وهما اللي يديروا كلش باش يتعلموا. دالتهم تي دوك لازم كروبو شويه. والله نقول لك ربي يعاونك. وحبيت نقول لك شاف ليلى هم يعيطوا لي بزاف، قالوا لي النيميرو تاع الحصه ماهوش محطوط في الشاشه. دوك نشوف مع المخرج مخرجنا. حابين بزاف يعيطوا، قالوا لي كيفاش راكي؟ قلت لهم انا موالفه ما عيط ما على باليش. مخرجنا راهم يسالوا على والله. شوفي هذا وانتبهتوا كي قالوا لي عيطوا لي، قالوا لي كيفاش في الشاشه ما راناش. دوك نشوفوا القضيه هذه، دوك نشوفوها ماشي مشكل. اي يعطيك الصحه بارك الله فيك. الله يسلمك. ربي يعاونك حبيبتي. الله يسلمك عيشك. مع السلامه. مع السلامه. اختار اخرى ان شاء الله تعيشي. الوغ السلطه تاعنا قلنا خلاص راهي واجده فيها كلش. بون انا نسيت لها المغرفه تاع المايونيز اللي كان لازم نديرها في الخليط الاول، لا سامحوني. دونك هنا برك سي بون، هاد لا سالات عندنا. نروحوا للحشو تاع الخبز. ناخذ اون اسيات الوغ. شوفوا معايا قلت لكم كي بعد لي طيب يجي ساهل يتفتح، دونك نقدروا نفاسيوه بكل سهولة. أنا نحيه من البلاتو نحطه في لاسيات ونديرو له لافارس. يبقى لنا جوست لو جو، لو جو هذاك ساهل. نعاودو ندخلو الخبز هذا يطيب ونستقبلو معنا أم صالح من باتنا. ألو أم صالح. أهلا أهلا حبيبتي، لاباس وانتي يا بخير؟
عايشك واش راك انتيا؟ والله الحمد لله راكم منوريني. الحمد لله والله غير وصفاتك كلها هايلين. ونجرب وساعات نجرب واش راك ديري ومليح. وهضرت معاك من قبل وقلت لك على المقرطات. المقرطات تاعت المسان؟ قلت لك على المقرطات ما درتيهمش وما شفتهمش. استني مقرطات المسان اللي طلبتي انتيا؟ مقرطات تاعت المسان. خلاص سامحيني حبيبتي سامحيني. شوفي الاسبوع القادم باذن الله. شوف لي الا حبيت تعاودي لي الخبز اللي درتيه درقه ما لحقتش عليه. خلاص شوفي ماشي مشكله نعاود لك، لكن من الاحسن حبيتكم لو كان تدخلوا المباشر النهار على الفيسبوك تعاودي تشوفوا المصادر. ما عندكش معليش معليش نعاود لك الخبز غير تقطعي نعاودو لك ان شاء الله. وكان يعني تقولي لهم يعودوا يحطوا رقم تليفون ما همش يحطوه. مخرج جامي دوموندي ورقم الهاتف ما كنتش تحطوه. وربي يعاونك. يسلمك شكرا وسامحيني طولت عليك على المقيرات نديره لك اقرب فرصه ان شاء الله. يعيشك ان شاء الله. مرحبا شكرا يسلمك حبيبتي. صح الوغ هنا درت المايونيز وشويه كاتشوب نديرو ورقه تاع سلطه. نسيت حاجة مهمة في السلطة. الحاجة المهمة اللي نسيتها الطون. قلنا اليوم معانا طون كاب دو فيغ. فوالا نغسلو برك هاد الزيت. العنصر المهم راني نسيتو اللي راح يشبح لنا هاد السلطة. شوفو لو طون هذا فيه فغيمون قطع تاع الطون ما يجيش مفتت. شوفو دي مورسو الله يبارك. راح نديروه على الوجه. الو كي يكون الوجه تاعها كاطون وهي فيها الزيتون فيها لي كابر فيها لي كورنيشون قولوا لي وشكون ما ياكلهاش هاد السلطه مع رغم البساطه اللي فيها. الو زاد حلها لنا لو طون تاعنا كاب دو فير. هكذا تجربوها ان شاء الله خفيفه بالبزاف. انا حناخذ فاصل نكمل نعمل لي ساندويتش تاعنا ونرجع لكم. من بعد اللي كملنا الاطباق دونك لا سلطه تاعنا كما شفتوا كانت حاضره. بطاطا غليناها قطعناها مكعبات درنا ان فينيغرات اللي كانت فيها عصرنا حبه قارص درنا لها شويه لا موتار ديروا لها شويه تاع مايونيز شويه تاع زيت زيتون ملح فلفل كحل قطعنا الشابات درنا معدنوس خلطنا كلش وحطينا فيه بطاطا مغليه زيتون بيض مقطع كذلك مكعبات نورمالمون نزيدوا لها شويه ديكوريو بها. هاد البطاطا صيفيه بطاطا جزائريه بامتياز يحبها صغير وكبير وزيناها كذلك بالطون كاب دو فيغ اللي كان حاضر معنا. الخبز كما شفتوه بعد اللي دهناه بالزبده ودخلناه يطيب يتفتح لكم فاسيلمون. عمرناه بلا فاخس هذيك اللي حضرناها مع بعض وتقدروا تديوه معكم وين ما حبيتوا البحر ولا وجبه في الدار فطور ولا عشاء. ختمناها بالتحليه لو جو تاع المشماش واش نقولكم يجي خاطر بالبزاف. يعني هذيك الكميه صغيره ندير لكم حتى 3 لتر تاع العصير. نتمنى ان شاء الله المنيو هذا يعجبكم وتعاودوه وتنجحوا فيه. قبل ما نختم معكم عندي تحيه السيده امينه علي الشريف. السيده امينه علي الشريف من فرنسا متتبعه للبرنامج وقناه النهار نحييها بزاف بزاف. وبمناسبه لامينه حنينه بزاف نقول لك ربي يفتح عليك امينه ودمتي وفيه لبرنامجنا وربي يطول في عمرك ان شاء الله. وش نقول لك يعطيك صحيحتك. قبل ما نختم كذلك عندنا واحد نجح في لوبيان بمعدل ما شاء الله يقر اللعلة عبد الرحمن. يقر اللعلة عبد الرحمن ابن تواتي نورة الام والاب بوعلام يقر اللعلة وما ننساش خوته محمد وكمال ومريم. عبد الرحمن ربي يوفقك ان شاء الله ونجاحات اكثر. اذا تحيه كبيره كذلك لكامل طاقم الفرنيه اللي رافقني نهار اليوم يعطيهم الصحه بالواحد. شكرا لكم بقوا على خير في عدد جديد ان شاء الله.